سمعت خبر النجم محمد رمضان جاي للمطعم، فانا قلت طبعا رحبوا بيه وعملوا ترابيزه كان جاي 20 نفر. فلقيت ببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبه، 5 6 7 8 كاميرات موجودين. هو في ايه يعني؟ انا بعت مثلا واحد يصور او عندي كاميرات في المطعم قلت اصور وكده، وبعت ابني وكده، ففجاه لقيت 7 8 كاميرات بالفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها معايا. حاجه غريبه، استغربت قلت في حاجه. فكلمت المنتج اللي هو بتاعه طارق نجاره، فبقول له موضوع كذا، كنت بتعملوا فيديو كليب يا استاذ طارق، او بتعملوا حاجه، او بتعملوا حاجه لمسلسل البرنس الجديد او حاجه زي كده. فطبعا انا قال لي ما تتكلمش بالموضوع عشان ما تزعلش مني. ايه ما تزعلش؟ انت بتهددني؟ انت بتيجي تصور الناس بالعافيه يعني؟ او انتوا جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستاذنوا من صاحبات المحلات ولا صاحب البراند او او او؟ بس انت تيجي براندي او تيجي تعمل هنا فيديو كليب وتنزله؟ لا، ارفع دعوه قضائيه ومن حقي والبلد تجيب لي حاجه.